محمد من رومانيا اتفضلي. ام محمد من رومانيا اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام محمد من رومانيا، تفضلي. عندي حلم. ايوه يا ام محمد، كيف تشوفوا هالحلم؟ خير يا ام محمد، شو حلمك؟ صار يعني عدة مرات، أكثر من 4 5 مرات شوف هالمنام، اها واليوم يعني من بعد صلاة الصبح كمان شافته. خير يا رب. وكل يوم إني أنا بظل أشوف، يعني بتشوفني اللي أنا أمها الله يحفظ لك بضربها، اياها، تضرب يا الله طيب. يخليك. وبعدين؟ النكات إني بظل أشوف هالمنام، إنك بتضربيني، قلت لو إشي أقل ما بشوف إلا بقى أنت بتضربيني، وأنا يعني بصيح بصيح وما بطلع صوتي. كمان. وحبينا نستفسر إني طب هالمنام هي ليش مقصرة بتعمل. معك بشيء بس انت ما تخبريها عنه؟ يعني متمشي لها شيء والله هي مو بتضايقك في شيء مقصرة، بس انت ما في شغله متوقعتيها منها، او شيء حابه تسويه بس البنت يمكن ما تسويه بالنسبه لها، يعني شيء تتمنيه لبنتك وليس لك. والله هي ما قصرت معي شيء، اذا بس انا يعني بعض الامور اقول لها عليها، بس هي ما يعني تطيعني، امور في هي يعني انا متزوجه كان ولا انسه؟ صالحها هي، لا عزبه عزبه. وهي عزبه. هي البنت شوي يعني متحرره زياده عن اللزوم، او في لا لا تفكيرها لا مختلف لا عن عنكم، ولا لا مو ملتزمه؟ متحررة، لا ملتزمة، تصلي أحيانا ونوبات مدري شو يجيها، تترك الصلاة وتقرأ قرآن طيب يعني اخبريها بان ضرب الام هو اصلاح، وهو اصلاح إصلاح. بود وحنان، اصلاح بود وحنان غير ضرب الاب. ضرب الاب ربما يكون عقاب، اما أيوة ضرب الام اصلاح، فربما تاتيها امور في ايامها القادمه، فاذا واجهتها صعوبات او مشاكل او انت نصحتيها عليها اخذ تلك النصيحه بجديه، فهي في صميم مصلحتها. هذا والله والعليم الحكيم. وبالنسبه للانسه ربما يكون توصيات انها تتزوج البنت وتوصيها على زوجها وتوصيها على بيتها وما الى ذلك، فاذا قد يبدا بالاصلاح وقد يصل للتوصيه على الزوج والابناء في المستقبل. هذا والله والعليم الحكيم.